السلام عليكم. نشكر بريد الجزائر على هذه المبادرة الجميلة وخلابة، نتمنى لها كل توفيق في المجال، ونشكرهم على هذه العمرة جميلة جدا، ونشكر على المسؤولين وكل قطاع بريد الجزائر. هذا غوتريتي دانجي ريبوست، نشكر كاع المسؤولين تاع دانجي ريبوست اللي داروا لنا هذه المساهمة، دارونا العمرة. وحنا كي نروحوا للعمرة ما نساوهمش بالدعاء، الفضل رجع كاع ليهم من المدير العام حتى العامل البسيط كاع نشكرهم. واني فرحانه كي خدمت في البريد ووصلت لهذا الحد وداولي العمره، امنياتي الكبيره كاع كي نروح للعمره. نتشرف بحضورنا اليوم في مطار هواري بومدين من أجل نقل عمال ومتقاعدي بريد الجزائر إلى بقاع مقدسة، وهذا من أجل تأدية مناسك العمرة الذي نظمتها لجنة المشاركة. بهذه المناسبة نتمنى لزملائنا رحلة مبروكة إن شاء الله، أداء مناسك العمرة في ظروف جيدة. بريد الجزائر دائما في خدمتكم.